شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، تسقيف سن الولوج لمهنه التدريس في 30 سنه قرار غير قانوني وغير دستوري ومخالف لنظام الوظيفه العموميه الذي يحدد السن الاقصى للتوظيف هو 45 عام. جيتو وفتحتو مباراه ديال التوظيف في عز الازمه اللي كاينه في قطاع التعليم، وما راعيتوش المطالب رجال ونساء التعليم واللي من بينها صاحب النظام الاساسي عوض جميدو اللي عارفينو اجراء مؤقت، وفرضتو تسقيف السن في مباراه التعليم لهذه السنه في 30 سنه، بمعنى ان هذا النظام الاساسي مازال خدامين به. سيد الوزير، عيب وعار واحد قرا حتى عيا وكيتسنى يدفع لمباراه التعليم ويلقى راسو محاصر بقرار تحديد السن في 30 سنه، هذا اعتداء وكيتعتبر جريمه في حق الاف من حاملي الشواهد اللي فيهم المعطلين والمجازين وصحاب الماستر وصحاب الدكتوراه. راه المعيار خصو يكون هو الكفاءه والقدره على اداء الرساله العلميه التعليميه باحسن وجه وليس السن. سيد الوزير، لهذا نسائلكم عن الاجراءات المتخذه لسحب النظام الاساسي والغاء قرار تسقيف سن الولوج لمباراه مهنه التدريس في 30 سنه. شكرا سيدة النائبة على هذا السؤال. أولا بغيت نأكد بأن هذا الإجراء ديال تسقيف سن في مباراة التعليم 30 سنة راه انطلق قبل النظام الأساسي منذ 2021، ومتابعة الحال الهدف منه كان هو داخل في واحد الورش ديال الإصلاح المنظومة التربوية واستثمار في الموارد البشرية، لا في التكوين ديالها ولا في التأهيل ديالها. حنا تنعتبروا بان هذا الولوج المبكر لمهن التربيه تساهم في ضمان لا الكفاءه ولا الخبره على المدى البعيد، وتساعد ايضا في استثمار في التكوين لا الاساسي ولا المستمر. والان حنا اعطينا واحد الانطلاقه ايضا ديال واحد العمل في دعم جاذبيه هاد مهن التربيه، حيث انطلقت توسيع قاعده التكوين بمسالك الاجازه، وتنعتبر بان في المستقبل هذه المسالك هي اللي غترجع المرفد الاساسي لتوظيف داخل هذا القطاع. وتدريجيا تنشوفوا بان عدد الطلبه اللي هما تيمشيو لهذه المسالك ترتفع، حيث هذه السنه عندنا تقريبا 40,000 طالب اللي هما في هذه المسالك، وهذا كافي لتلبيه كل حاجيات ديال التوظيف ديال هذا القطاع. المعطيات الاحصائيه اللي عندنا هو قبل من 2021 كان عندنا تقريبا سن المعدل ديال في التوظيفات السن تيكون تقريبا واحد 28 سنه او 28 سنه ونص، الان المعدل هو تقريبا واحد 24 سنه، وهذا تبين بان هذا المجهود غادي تساهم في تشبيب هاد التوظيفات. وفي نفس الوقت حنا تلاحظوا بان داخل المراكز الجهويه شكرا التكوين. سي الوزير، هذا القاء لا قانوني وبالتالي لا دستوري، ما خصكمش تكاسوا لاصدار دويات باش تبقى تلغي القوانين. سيد الوزير، هذوك اللي داو فعلا قبل ما تجيو هاد التسقيف ديال 30 سنه استندوا وكانوا كياخذوا الحجه ديالهم هو قطاع العدل انه كيدير القضاء في 30 سنه. اليوم المجلس على السلطه القضائيه تفطن لهذه المساله والغى السن ديال 30 سنه رجع ل 45 سنه. خصكم تاخذوا المبادره سيد الوزير، خصكم تاخذوا المبادره، لان الكفاءه ماشي بالسن، ماشي بالسن، الكفاءه فيما يمكن ان يعطيه الشخص من اثناء العمل ديالو على مستوى القدرات ديالو والاداء ديالو داخل القسم. وبالتالي رجاء انكم الغيو هذا السن هذا لانه ماشي دستوري. من طبيعه الحال الكفاءه داخل هذا القطاع راه هناك كفاءات اللي هي عندها اكثر من 30 سنه وحنا تنعترفوا لها بالكفاءه، ولكن كل ما يمكن توظيف الاول ديال الرجال ونساء التعليم اللي انطلق في عمر اللي هو او في السن اللي هو مبكر، كلها ما تساعد على الاندماج وعلى واحد المسار اللي هو طويل وعلى بناء واحد التكوين لا اساسي ولا مستمر اللي تعطي نتائج داخل الاقسام. شكرا.